السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى الف خير ومبروك عواشركم. ان شاء الله رمضان يدخل عليكم الصحه والراحه وطول العمر يا ربي. هاد النهار جبت واحد الوصفه اللي هي المدفونه وصفه مغربيه على الترموميكس. نحتاج لهاد الوصفه ان شاء الله صفه للشوربه الشعريه. هنا راني دايره 3 تاع السطوره، تقدروا ديروا غير زوج ونص على حسب شحال عندكم نتوما في الافراد نتاع الاسره. جوج بصلات كبار، قزبر ومعدنوس هكا ربعتا جمعتهم. اما العطريه مليحه، قرفه، سكينجبير، البزار الكحل، زعفران والخرقوم. نحتاجو الماء ونحتاجو الزيت المرقة وحتى باش نبسو هاد الشعرية. يلا نبداو ان شاء الله. لا باقي عاد. وبالنسبة للتزيين غادي نحتاجو اللوز، من بعد غادي نطحنو ونخلي شي حبات هكا باش نسمق بيهم، السكر بالعصير، ثلاثة تاع البيضات مسلوقين، قرفة وشوية تاع المشماش، مشماش ناشف. بالنسبة للمرقة كاين واحد الإضافة، كاين اللي يزيدها كاين اللي ما يزيدهاش على حسب الرغبة. أنا كنزيد شوية عسل، عسل الحر، كنزيد شوية العسل العادية، وكاين اللي كيديرها تكون السكر كلاصي، ديك كيبقى اختيارية. علاش خليتها التالتة لي وقلتها لكم. يلا نبداو إن شاء الله على بركة الله. نشعلو الترموميكس، بسم الله، نديرو بسالة ديالنا، نطحنو 7 ثواني فيتاس 7، نهبطو هاد الشي، نهبطو ان شاء الله هكا مزيان. نضيفو الدجاج ديالنا، الزويته، نديرو واحد هكا كوبلي تاع الزيت، العطرية ديالنا كاملة ضيفوها، نقليو واحد 5 دقايق بارومة فيتاس ملعقة. في هاد الأثناء نديرو الزيت، مليحة، نبسو هادشي مزيان هكا، ندخلو فيه الزيت مليح، هاني لبستها مزيان بالزيت، نجمعوها ونخليها. هي تقلة المرقة ديالنا، نزيدو واحد الربعة نتاع الكوبلين تاع الماء،
نصبروا معدنا ولا ست، نديروا نص ساعة، نص ساعة فاروما فيتاس ملعقة. غادي في نفس الوقت نزيدو الصفات ديالنا الصوره. كي نبدا نطلع كل مره كنشوف هكا تاع المهم التفار العادي نتاع بحال الطعام، كندير لها واحد 3 نتاع المرات في هاد النص ساعه كنحاول نقسم بيناتها. هيا البنات فاس واحد 10 دقائق، ريت ثيرموميكس نبداو نصاوبو الصفه ديالنا، نديرو لها الماء نردو من شربت من الماء، نردوها ونوليو نكملو التاب ديالنا. بقات اخر 10 دقائق تانيك. صراحة كاين اللي كيدير واحد يدير الماء ويخليه يشرب عاد يبقى يفور، انا ديك جربتها واحد المره وبقى داكشي بحال اللي تعجل لي ونتما ما عاودتش نديرها. كناخذ هكا كما الطعام كما علمونا مواتنا بكري، هادشي اللي كناخذو. صراحه ما عجبتنيش ديك الطريقه باش ندير، واخا هادي فيها شويه الخدمه كل مره كتولي، ولكن اللهم ديريها والخير ما تعجل ليها ثاني. المهم البنات غادي نحاول هادي نحلها من بعد نوريها لكم. دابا غادي نمشي للمريقه ديالنا، غادي ندير فيها واحد المعلقه نتاع العسل. هنا راني دايرها عسل حره، اللي بغى يدير العسل العاديه، بغى يدير السكر براسي حتى يطيب داكشي يقدر يدير، ماشي ضروري. انا باش نحلي هاد هاد المريقة ديالنا تجي حلوة. هاني رجعتها تكمل 10 دقائق التالية ان شاء الله، ها هي واجدة. هيا المريقة، هيا البنات سخنا، مريقتنا ها هي تا هي. غادي من بعد كي تبرد نحيد داك الدجاج، انا كنفتو نوريكم الطريقة ديالي كنديرها. هيا المريقة ديالنا، دابا غادي نفتو هاد الدجاج. ناخدو المريقة ديالنا اللوز، باش تشرب هاد السفه مزيان تشرب هاد المرقه.
ناخد هاد اللوز كندير فيه شويه سكر كلاصي، هاد الدجاج كندير فيه سكر كلاصي، شدو البيض نحاولو هكا نزوقو بيه، تقطع هاديك تقطع، ديرو شويه هكا، ناخدو واحد المول باش باش يجي داكشي مقاد وصافي. نحطو البيض، نحاولو نوقفوها مزيان، أوبس، دابا غادي نزيد الدجاج، اللوز، نزيدو داك الشوربة كاملة المتبقية، نزيدوها حتى هي نعمرو. ناخدو اللوز، انا خديت هاد الشبيكه هكا باش كنديكوري بها بالسكر كلاصي، ويبقى دائما تزين حسب الرغبه كل واحد والامكانيات ديالو، كل واحد واش متوفر عنده في الدار، العمده كما يقولوا على المذاق. هكا خديت شويه قرقاع، درت شي حبيبات هكا، درت هاد المشماشات صاوبتهم على شكل وريضات بحال هكا، زدت هاد التميرات حتى هما ديكوريت بيهم. وها هي السفة ديالنا المدفونة بطريقة الترموميكس، ولا ما عندوش الترموميكس دائما كنقولها نفس الطريقة في كوكوت وكسكاس. البنات نتمنى انها تعجبكم وتجربوها، و الى عجبتكم وجربتوها قولوها لي في لي كومونتير، وتهلاو في راسكم وبسلامه.